وحوي يا وحوي ايوه وكمان وحوي ايوه حلو يا حلو يا وحوي يا وحوي اياحة وكمان وحوي اياحة وحوي يا وحوي اياحة وحوي يا وحوي النبي عشان خاطر النبي مش اسئلة صعبة مش تحرقينا عشان البرستيج مش يضيع بس جاهز ولا ايه؟ توكل على الله كل سنة وانت طيب وانت طيبة وبخير ايه الجملة المعتادة اللي احنا بنقول عليها في شهر رمضان؟ وحوي يا وحوي يعني ايه بقى كلمة وحوي يا وحوي؟ مش عارفة بس دي حاجة معروفة هنا ما اعرفش يعني هي بتتقال ايه بالظبط بس دي حاجه معروفه بنقولها في شهر رمضان كفرحه يعني معنى الجمله ايه مش عارفه هي تقريبا ليها معنى من زمان كده بس مش فاكره بصراحه او هل هلالك رمضان حاجه زي كده معناها اقترب قدوم شهر رمضان او اقترب الهلال هي معناها حاجه زي كده كل سنه وانت طيب انت طيبه وبخير يا حبيبتي بتقولي ايه بمناسبه شهر رمضان كل سنه وانتم طيبين كل سنه وانت طيب طيبه است كل عايزك تقولي بقى ايه الجملة المعتادة اللي احنا بنقولها في شهر رمضان الكريم حلو يا حلو معناها ايه حلو يا حلو رمضان كريم لا ما حلو يا حلو معناها رمضان كريم بس يعني بالفوانيس وبالكلمات دي بس في جملة معتادة تانية بنقولها برضو غير حلو يا حلو وحوي يا وحوي قولي بقى معنى كلمة وحوي يا وحوي ايه لا ما انا كده عايزة بقى ايه جسم الجغرافيا كله يقولنا نلعب مع جغرافيا ولا حاجه يعني ارجع بالذاكره ورا او مثلا الناس بتقول ايه عليها في الشارع عشان كنافه والقطايف يعني اقول لك ايه طيب اللي جاب الكنافه والقطايف لوحوي يا وحوي عايزه تعرفي ايه هي ايه معنى كلمه وحوي يا وحوي ورمضان كريم او ايه يعني معنى الكلمه رمضان كريم معنى الجمله بتاعت وحوي يا وحوي ايه لا مش عارف معناها الصراحه رمضان كريم يا حبيبتي عايزك تقولي لي بقى ايه الجمله المعتاده اللي المصريين بيقولوا عليها في شهر رمضان والمعتادة كل سنة وانتوا طيبين ورمضان كريم وحلو يا حل رمضان كريم يا حل معناها ايه بقى حلو يا حلو 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 دي يعني حاجة احنا على طول متعودين عليها ان احنا نجيب فانوس في رمضان ونقول حلو يا حلو رمضان كريم يا حلو وبص يعني حاجة حلوة كده يعني بتفرحنا يعني وتفرح الاولاد وتفرح الدنيا كلها طب جملة وحوي يا وحوي تعرفي معناها؟ وحوي يا وحوي يا وحوي معناها ايه طيب جملة وحوي يا وحوي اياح؟ لا دي عشان مش هضحك عليك مش عارفة معناها كل سنة وحضرتك طيب انت طيبة وانا سعيدة خالص ان انا اتعرفت بحضرتك كل سنة وانت طيب وانت طيبة يا ست الكل عايزك بص بقى في جملة معتادة المصريين بيقولوها في شهر رمضان الكريم ايه هي الجملة دي؟ رمضان كريم طبعا وحوي يا وحوي وحوي يا وحوي وحوي معناها ايه جملة وحوي يا وحوي؟ انا اللي انا اعرفه اللي هي بتبقى حاجة تبع الفراعنة من زمان بس هي الصراحة ما اعرفش طب هي وحوي وحوي اياحة ولا ايوحة؟ لا اليوحة معناها ايه يوحة؟ ايه؟ خلاص الياحة يوحى ولا اياحة؟ اللي مش عارف الصراحة هي ماشية معاك ازاي؟ هي انا اللي اعرفه اللي هي وحوي يا وحوي ايوحى وكمان وحوي ايوحى بس كده كل سنة وانت طيب وانت يا ست الكل كل سنة وانت طيب طيب عايزك تقولي لي بقى في جملة مشهورة المصريين بيقولوها في شهر رمضان الكريم هي ايه؟ رمضان كريم غير رمضان كريم في ناس وانا بتغششك على فكره وحوي يا وحوي معناها ايه جمله وحوي يا وحوي لا مش عارف طب هي وحوي يا وحوي اياحه ولا ايوحه اياحه ليه اياحه مش عارفه برضه الاغنيه بتقول كده كل سنه وحضرتك طيب وحضرتك طيب في جمله معتاده المصريين مشهورين بيها في شهر رمضان الكريم ايه هي الجمله دي كل سنه وانتم طيبين غير كل سنه وانتم طيبين رمضان كريم ايه تاني يا الله اكرم وحوي يا وحوي ويوحى وراح فين يا حاجة راح ازور النبي والكعبه اللطيفه عايزه ايه بالظبط انت عايز تلخبطينا ولا ايه انا مش عايزه لخبطك انت ايه اكتر جمله معتاده بتقولها هنا في شهر رمضان كل سنه وانت طيبين وكل سنه وانت طيب وكل سنه والتلفزيون طيب عايزك بقى تقولي وحوي يا وحوي معناها ايه وحوي يا وحوي معناها ايه لا ده دي كلمة قديمة أو مصرية متجذرة في الأصول لو جينا من ناحية الفراعنة هي أصلها فرعوني ومن أيام الدولة الفاطمية وده احنا عايشين فيها دي حاجات بتتوارث وحوي يا وحوي والكعك العيد والحاجات دي مصر الأصيلة دي حاجات ما عندناش بر أنا عشت في السعودية 21 سنة اللي هنا مش موجود في أي مكان
طب هي وحوي يا وحوي ايوحة ولا اياحة؟ اياحة. ليه بقى اياحة؟ على الملك امنحتب والناس دي، ولا صح كده ولا لا؟ هو صح بس مش على الملك امنحتب. امال على مين؟ على الملكة اياح حتب. طيب ما هي امه، لا امه والملكة تيجي ادته امنحتب الاول والتاني والتالت وتحط اياح حتب والدة الملك احمس. اه ممكن ده انت عسل اهوت وحدك 100%. كل سنه وحضرتك طيبه. حضرتك طيبه. في جمله معتاده المصريين بيقولوا عليها في شهر رمضان، ايه هي الجمله المعتاده دي؟ رمضان كريم. اقول ايه؟ مش عارف. بيقولوا وحوي يا وحوي. اه وحوي يا وحوي. عايزك تقولي لي بقى معنى جمله وحوي يا وحوي دي ايه؟ والله انا ما عارفاها. انا نفسي مش عارفاها. وحوي يا وحوي شهر خير، وشهر رمضان شهر خير يعني. عايزك بقى اقول لك وحوي يا وحوي اياحه دي معناها تم اقتراب الهلال. اه سنه وحضرتك طيب. حضرتك طيب. كل سنه وحضرتك طيب. وانت طيب يا فندم. في جمله معتاده المصريين بيقولوها في شهر رمضان، هي ايه؟ وحوي يا وحوي وحلو يا حلو. ودول على فكرة لهم أساس يعني. عايزة بقى أعرف أصل جملة وحوي يا وحوي. هو وحوي يا وحوي دي أساسا كلمة فرعونية، وهم ربطوها برمضان، إنما هي كلمة فرعونية. إنما حلو يا حلو دي كلمة مصرية عادية بتوع الأزهر، هم اللي عملوها يعني. بتوع الأزهر كان زمان بيأكلوا الكلام زي بتوع كبير كده زينا كده، بناكل الكلام. بياكل الكلام زي كان يقول لك مثلا شرم برم يعني شر مبرم، ترى اللي يعني تراءى لي. كان يقول لك الزمن ترى اللي يعني تراءى لي، زمن شرم برم يعني شر مبرم. فكان يقول لك حلوا يا حلوا يعني حل شهر رمضان، فكان يقول لك حلوا يا حلوا. عشان كده الناس خدوها عنهم يعني عن بتوع الازهر. انما وحوي يا وحوي دي اصلا كلمه فرعونيه. ما ان هي كلمه فرعونيه، تعرفها هي انهي لغه فرعونيه؟ هيروغليفية قبطية. هي طبعا قبطية. قبطية تمام. عايزك تقولي بقى وحوي يا وحوي اياحة ولا ايوحة؟ لا اياحة. ايه ما اعرفش، بس انا طول عمري بسمعها اياحة. ايه هي بقى الجملة المعتادة؟ وحوي يا وحوي يعني بس كده. ايه بقى معنى كلمة وحوي يا وحوي؟ والله ما اعرف. تعالى سجل معانا. طب هي وحو يا وحوي اياحه ولا ايوحه؟ وحو يا وحو يا عم احمد اياحه. لا احنا لدينا اهالينا بيقولوا كده واحنا بنقول زيك. اه اياحه ولا ايوحه؟ اياحه. معنى اياحه؟ مش معنى بقى. مش معنى يا عم. يا عم مش انت اقدم مني هنا؟ بنعمل ايه بقى؟ انا عايزه اجابه واحده، اياحه ولا ايوحه؟ مش معنى انت. مش معنى اياحة ولا ايوحة؟ هي وحوي وحوي اياحة ولا ايوحة؟ ما انا مش عارف، انت تعرف ايه هي ايوحة ولا اياحة؟ هتختار ايه؟ انا مش عايز اختار، انت تختار. النغمة اللي عندك ماشية ازاي؟ هي مش ماشية معايا نغمة عم. كل سنة وانت طيب. انت طيب يا باشا. كل سنة وحضرتك طيب. وانت طيب. في جملة معتادة المصريين بيقولوا عليها في شهر رمضان كده، ايه هي الجملة المعتادة دي؟ وحوي يا وحوي. معناها ايه بقى وحوي يا وحوي؟ يعني وحو يا وحو، فوانيس وزينه ورمضان وكده يعني عادي. طب الجمله دي ليها معنى؟ اه لا مش عارف معناها. طب هي وحو يا وحو اياحه ولا ايوحه؟ اياحه. معنى اياحه او ايوح على حسب الدماغ، عايزه اياحه انت ممكن تقولي اياحه، انا ممكن اقول اليوح عادي. ايه الاصح؟ اياحه. اخر كلام؟ اياحه. اياحه. ليه طيب اياحة؟ ليه اياحة؟ هي جامعة اياحة دلوقتي يعني على حسب النغمة اللي على حسب الدماغ دلوقتي. حابب تقول ايه بمناسبة شهر رمضان؟ كل سنة طيبين. كل سنة وحضرتك طيب. وانت طيبة. في جملة مشهورة أو معتادة المصريين بيقولوها في شهر رمضان، ايه هي؟ وحوي يا وحوي رمضان كريم. معنى ايه؟ معناها ايه وحوي يا وحوي؟ يعني اللمة والقعدة والصحبة والدنيا وكده. طب هي وحوي يا وحوي اياحة ولا ايوحة؟ ايوحة. معنى ايوحة؟ عشان هي وحوي مش يوحى.
هي عايزه توجع لي، انا عارف ان هي عايزه توجع لي. بقول لك ايوحة ولا اياحة؟ ايه اللي عرفني في ايوحة ولا اياحة؟ انت طلعت لقيتها ايه؟ ايوحة مش اياحة؟ لا ايوحة. طب معناها ايه ايوحة؟ اياحة. ما هي نفس ايوحة هي اياحة. معناها ايه؟ ايه؟ معناها ايه؟ يا وحوي. معناها رمضان كريم، بنزاحها في رمضان. بنقولها في رمضان، وحوي يا وحوي وايوحة. ايوحة ولا اياحة؟ اياحة. انت عايز ايه؟ لما بقولك انت اختار ايوحة ولا اياحة؟ يبقى اياحة. انت مش عارف تقول ايوحة. ما هي ايوحة برضه. كده جملة على بعضها. وحوي يا وحوي. ايوحة اياحة. الاتنين واحد. الاتنين مسمى واحد. اختار حاجة واحدة مع الجملة كاملة. اختار يعني بسم الله ما شاء الله. قولها كاملة. يعني زي وحوي يا وحوي. ها؟ رمضان جينا اياحة.